أصحاب السمو، أصحاب المعالي والضيوف الكرام، مرحبا بكم في النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار، والتي منذ إنشائها في عام 2017 تجاوزت مبادرة مستقبل الاستثمار مجرد المناقشات لتصبح قوة تحويلية للعمل والتقدم وللحلول. على مدار 7 سنوات سهلت المبادرة صفقات بقيمة تزيد عن 125 مليار دولار، مما يوضح ما هو ممكن عندما يتحد القادة العالميون من أجل هدف. هذا العام بينما نجتمع بروح التعاون سيعمل أكثر من 7000 وفد و600 متحدث عالمي على توحيد قواهم، مما يجلب منظورا عالميا حقيقيا إلى طاولة الحوار. نواجه اليوم تحديات لم تعد معزولة بل مترابطة. في خلال هذا الأسبوع إن مؤشر أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار والذي أطلق هذا الأسبوع يسلط الضوء على القضايا العالمية الملحة مثل عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع تكلفة المعيشة والتفاوت في الرعاية الصحية والتفاوت الاجتماعي والتواتر السياسية والتي تمتد كلها عبر الحدود. إلا أن هذه التحديات تفتح مسارات للتقدم، ويجسد موضوعنا هذا العام آفاق لا نهائية. الاستثمار اليوم وتشكيل المستقبل، يشكل رؤية للاستثمار في المستقبل بهدف طموح. في هذه اللحظة الحاسمة نقف على حافة آفاق لا نهائية، ولدينا المسؤوليات والفرص لنشكل مستقبلا لا يستثمر فقط في اقتصاداتنا بل وفي الإنسانية نفسها. وهذا هو جوهر ما نسميه الاستثمار بهدف أو بغاية، وهذا يعني التركيز على الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل التي تعالج التحديات العالمية وتعزز الابتكار وتخلق تأثيرا دائما. يتطلب هذا النهج التحول من المكاسب قصيرة الأجل إلى استراتيجيات النمو المستدام التي تفيد اقتصاداتنا ومجتمعاتنا على حد سواء. وبصفتنا مستثمرين من الضروري أن نعطي الأولوية للقطاعات التي تقود التحول، من تقنيات الجيل القادم الخضراء وابتكارات الرعاية الصحية إلى إشراك الشباب من خلال الرياضة. إن الاستثمار بغاية يعني الاستثمار في مستقبل يجلب قيمة حقيقية أصيلة. تظل العائدات مهمة، ولكن اليوم أكثر من أي وقت مضى ندرك أن النتائج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مترابطة، ويجب أن تكون هذه في صميم عملية صنع القرار لدينا. إن عالمنا غني بالإمكانات غير المستغلة، والأسواق الناشئة هي أمثلة على كيف يمكن للاستثمارات طويلة الأجل أن تشعل النمو لمدة طويلة. بحلول عام 2030 من المتوقع أن يتفوق نمو اقتصادات الأسواق الناشئة على اقتصادات الأسواق المتقدمة، وهذا يؤكد الحاجة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في الأماكن التي ستقود الاقتصاد العالمي في المستقبل. إلا أن تكلفة التقاعس مرتفعة في عالم يتسم بعدم اليقين، فإن البلدان القادرة على تعبئة رؤوس الأموال وحشدها وسد الفجوات بين الشرق والغرب والشمال والجنوب ضرورية. تعتبر المملكة العربية السعودية بمثابة رابط خارق فائق، حيث تمكنها مواردها الفريدة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي من دفع الاستثمار في مجالات حيوية مثل الطاقة والبنية الأساسية والتقنية. يمكن للذكاء الاصطناعي وحده أن يضيف 20 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.
مما يحول الصناعات ويعزز الإنتاجية ويعالج التحديات الحرجة. وبحلول عام 2027 سيصبح دور الذكاء الاصطناعي كمحرك اقتصادي معيارا للقوة الوطنية. يمثل الذكاء الاصطناعي العام الحدود التالية، ويعد بآلات قادرة على حل المشكلات ودفع الإنتاجية التي ستؤثر على كل قطاع من الرعاية الصحية إلى الطاقة. عندما نتحدث عن الاستثمار الهادف، فإن قطاع الطاقة يجسد قوته التحويلية. على سبيل المثال، استثمر كبار الأطراف الفاعلة في مجال الطاقة أكثر من 65 مليار دولار في تقنيات منخفضة انخفاض الكربون في منذ عام 2017. هذه ليست سوى البداية، فالانتقال إلى الاقتصاد الخالي من الانبعاثات يتطلب مستثمرين طويلي الأجل ملتزمين بضمان انتقال عادل للطاقة، وكذلك موازنة احتياجاتنا الحالية من الطاقة مع رؤية لمستقبل مستدام. إن هدفنا ليس فقط تغذية الاقتصادات، ولكن تمكين مستقبل حيث تدعم الطاقة التقدم والثروة للأجيال القادمة. هذه هي الحدود الجديدة، حيث يلتقي الاستثمار الهادف بالتأثير المستدام، بالأثر المستدام. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الرؤية يتطلب التوافق والتناغم بين السياسات الحكومية والاستراتيجيات المالية. بدون الأطر المالية الصحيحة تتوقف حتى الاستثمارات الأكثر وعداً. في كثير من الأحيان لا تتحقق الصفقات بسبب بسيط، وهي أنها لا تحقق معنى أو مغزى اقتصادي في ظل السياسات الحالية. وهنا نتطلع إلى الحكومات لسد هذه الفجوة ولخلق الظروف التي تحفز وتستديم الاستثمارات وتدعمها. لكي ينجح انتقال الطاقة حقا، على سبيل المثال، يجب أن يتحرك القطاعان العام والخاص معا، بضمان أن السياسة والاستثمار يعملان كمحفزات. وبينما نتطلع إلى مؤتمر الأطراف 16 وقمة صندوق الثروة السيادية لكوكب واحد في الرياض في أسابيع قليلة قادمة، سيكون تركيزنا واضحا. فقد أظهرت بوصلة أولويات مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار أنه في حين تظل تكاليف المعيشة المرتفعة مصدر قلق كبير، فإن تغير المناخ يصبح ثاني أعلى أولوية على مستوى العالم، ويجب أن نواجه هذا التحدي بالتزام متجدد بالاستثمار الهادف. بالأمس فتحنا آفاقا جديدة بقمتين تاريخيتين، أولاهما مخصصة لأفريقيا الجديدة، والأخرى تركز على تمكين المرأة. في مؤسسة مستقبل الاستثمار نحن ملتزمون بالشمولية، وستوجه نتائج هذه النقاشات جهودنا ستوجه جهودنا في الأشهر المقبلة. دعونا لا نجعل هذه النسخة الثامنة من مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار مجرد منتدى للكلمات، بل منصة للتأثير والأثر الدائمين. الاستثمار الهادف يعني خلق معيار جديد حيث تسير العائدات المالية والتقدم البشري فيه جنبا إلى جنب. معا كقادة ومستثمرين عالميين يمكننا تحويل تحديات اليوم إلى فرص الغد، وبناء مستقبل نابض بالحياة للاقتصاد العالمي وللبشرية جمعا. شكرا جزيلا.